مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. بعد الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان والتداعيات التي تبعته، يتساءل البعض عن مستقبل مشاركة الكرد في العملية السياسية عموما والحكومة الاتحادية المقبلة خصوصا. وهل ستكون مشاركتهم مرتهنة بإلغاء الاستفتاء؟ وهل ثمة سند قانوني يحدد مشاركتهم من عدمها؟ إذن أعزائي المشاهدين، الاستفتاء ومستقبل مشاركة الكرد في العملية السياسية موضوع حلقة اليوم من برنامج العراقي مع الضيوف الكرام. السيد سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، والسيد زهير ضياء الدين، خبير قانوني، ومعي أعزائي المشاهدين على الهاتف السيدة نجيبة نجيب، عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني. أرحب بضيوف الكرام. إذن وأبدأ مع السيدة نجيبة نجيب. ست نجيبة، يعني بالاستناد إلى التطورات الأخيرة، تعرفين حضرتك منافذ ومطارات ومدري شنو وحقول نفط، يعني ما موقفكم من المشاركة بالعملية السياسية بصورة عامة، يعني حتى الحالية بالاستمرار بها و العملية السياسية المقبلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الحرة المحترمين. في الحقيقة يعني نستنكر بشدة هذه العقوبات التي فرضها الحكومة العراقية على شعبها في أقليم كردستان من أكراد، من عرب، تركمان، وحقيقة تضرر الفقراء والمواطنين البسطاء من هذه القرارات، حيث انحرموا من التنقل، من السفر، وهذه مخالفة صريحة لأحكام الدستور مادة 44، وانحرموا من حقهم الأساسي في العمل. كثير كانوا عملهم يتطلب السفر والتنقل، وكثير منهم أيضا المرض والعلاج. فهذه القرارات المجحفه بحق الشعب، على الرغم من ست نجيب، اليوم احنا مسجلين حلقه كامله مخصصه لهذا الموضوع، كانت بس اريد نناقش هذا القضيه. نعم، انه اتي اذا هذا الى هذا الموضوع. نحن بالنسبه للكورد وصلوا الى قناعه تامه بان الشراكه انتهت طبعا وفشلت، بالاضافه الى ان الثقه غير موجوده، يعني التي كانت من المؤمل انه يتم تطبيق الدستور ويتم اعتبار الكرد جزء من ابناء الشعب العراقي. اذا باستفتاء اقليم كردستان واستفتاء شعب اقليم كردستان معناها ان الشعب قد قال قوله، قد قال كلمته، وانهم يريدون الاستقلال. لكن اعلان الاستقلال واعلان الدوله يحتاج الى جهود دبلوماسيه، جهود كبيرة مع بغداد، قد تطول أشهر، قد تطول سنين، لا أذن نعلم. أذن ولحين إعلان الدولة وإعلان الاستقلال نحن لازلنا جزء من العراق الاتحادي. ها قبل إعلان الدولة الآن، إذن نيتكم أو تخططون بالنسبة للمشاركة بالحكومة؟ تدرين حضرتك يعني ما باقي شيء، إحنا مقبلين على الانتخابات، أنتم الآن شو تخططون؟ تستمرون بالمشاركة لو لا؟ الشعب قرر، الشعب صوت صناع القرار في أقليم كردستان إلى التوجه نحو تحقيق هدفهم في الاستقلال، لكن الخطوات التي سيخطوها هو عن طريق الحوار مع صناع القرار في بغداد. ونقول هنا حقيقة يا سياسيين العراقيين، طوال 100 سنة الماضية وتحديدا 96 سنة الماضية، العنف والتهديد وفرض العقوبات وكل الإجراءات ماذا جلبت للشعب العراقي؟ جلبت ميلات، جلبت خراب، جلبت دمار، جلبت يعني كل ما هو سيء للشعب العراقي. إذا آن الأوان أن نحتكم إلى واقعية الأمور، إلى حقيقة الأمور. طيب أنا ست نجيب راح أرجع لك، أنا مضطر أنتقل للسيد سعد المطلبي، بس أنا راح أرجع لك إذا تسمحي لي، راح أرجع بالجزء الثاني، أرجع على نفس السؤال، على قضية أنه مستقبل المشاركة من الآن أنتم شو تخططون، شلون مقررين تتصرفون بالنسبة للعملية السياسية، مع غض النظر عن المجريات الحالية. يعني خليني أرجع لك لكن بعد بالجزء الثاني. أستاذ سعد، بالاستناد إلى نفس التطورات اللي صارت الآن بالنسبة لكم، يعني كتحالف وطني، شلون تخططون، كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ هل عادة مشاركة الكرد تتوقعون أنهم مستمرين، ما مستمرين؟ أنتم تخططون الآن باعتبارهم مستمرين لو باعتبارهم ماضين نحو الاستقلال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للسيدة نجيبة المحترمة والأستاذ سهير المحترم. الموضوع في كردستان، الحقيقة المشهد السياسي في كردستان الآن مختلف عما كان عليه سابقا.
يعني وصلتنا رسائل رسمية أن الاتحاد والتغيير سيمارسون عملهم السياسي في أول اجتماع قادم لمجلس النواب. يعني الاجتماع القادم لمجلس النواب سيكون بحضور الأخوة الكرد. الاتحاد والتغيير بس؟ والجماعة الإسلامية، ويعني المتغيبين هو الاتحاد الحزب الديمقراطي. بس هذا حكي يمكن يعني لو موقف. لا تأكيدات رسمية. التأكيدات رسمية وسيحضرون النقاشات، وحتى نناقش يعني يناقشون في الاجتماع القادم المادة 37 من قانون مجالس المحافظات اللي يخص قضية كركوك اللي هو يعني بالذات. وتذكر أعتقد الأخوة الجميع المشاهدين ذكروا أنه قبل أيام رئيس الوزراء حضر إلى مجلس النواب وأكد على أن قضية كركوك يجب أن تحسم، ويجب أن تكون حالها حال بقية المحافظات، وأن لا يكون لها وضع خاص يحرمها من الانتخابات. وأكد على قضية الانتخابات ستجري في محلها في وقتها، وطلب أيضا تشريع قانون الانتخابات لمجالس لمجلس النواب. فأعتقد الجلسات القادمة ستشهد حضور كل الكتل السياسية، وبالتأكيد الكرد يعني آلاء طلباني يعني سدعلاء وبقية. صراحة صراحة أشياءك بال 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 بالانتخابات السابقة واللي قبلها كانوا الكرد بيضة القبة، صح، وخاصة بالنسبة لل دولة القانون. صحيح. يعني حاول سيد نور المالكي سابقا يتكئ عليهم، وحتى تمرير رئيس الوزراء، صفقة تمرير رئيس الوزراء يعني تمت بالاستناد لهم. فغيابهم عن المشهد السياسي يفترض أن يكون غياب غير مسهل، فيفترض أنه أنتم مخططين من الآن ودارسين العملية أنه مش راح يسوون لما يغيبون. أعتقد الكرد هم سهلوا علينا هالقضية. شلون؟ يعني هم انقسموا إلى عدة أقسام. هناك قسم الانفصاليين وهم معروفون، يعني نعرف منهم الانفصاليين معروفين، وأكو الوحدويون. احنا كل احاديثنا الان اللي مع الاخوه الكرد اللي يدعون لوحده العراق، شوف الحلم الكردستاني، شوف الحلم الكردستاني، كل كردي يحلم باقامه دوله كرديه، هذا يعني حق مشروع لكل مواطن. لكن أنا يعني في أحد الحديث مع الأخوان قلت لهم يعني قبل 2025 لا تحلمون بهذا الموضوع، لأن الوضع الإقليمي، وضع الدولي، صراع الإيراني. هذا سؤالي أنا أستاذ. خلف الكواليس كسياسيين شلون تخططون؟ خلف الكواليس بكل صراحة يعني عندنا يقين أن هناك مشاركة كردية في المجلس النواب وفي الانتخابات القادمة، وهذه المشاركة مشاركة حقيقية ليست صورية. قد يتغيب أحد الفرقاء الغير شرعيين من الحضور الانتخابات. بالنسبة لما تفضلت بي أنا أقول يعني بالتأكيد إحنا نتحاور، لكن نتحاور مع القيادة الشرعية لإقليم كردستان وليست القيادات فاقدة الشرعية والمنتهية صلاحياتها. فكل اللي تفضلت به، وبعدين يعني موضوع العقوبة ما حد عاقب الشعب الكردي. هذا على نعم فرض. هذا نتكلم عن موضوع آخر. لا لا لا، هذا على فرض أنه الإقليم، وقلت لك لحد الآن حضرتك تتكلم عن ما خلف الكواليس. نعم. هذا على فرض أنه الموقف أزاء الاستفتاء وأزاء الانفصال مو واحد. هو نعم. الذي وهو يبدو واحد. الذي يبدو من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية، أغلب التصريحات تقول الموقف واحد. الحقيقة شيء آخر. الحقيقة شيء آخر. الحقيقة أن هناك يعني فكرة موحدة لدى الكرد بضرورة الاستقلال، يعني هذه كلهم مقتنعين بها، لكن يعلمون، الكثير يعلم أن الوقت غير مناسب والظروف الإقليمية والداخلية غير مناسبة، فلهذا يريدون يستقلون، لكن مو اليوم ولا السنة القادمة ولا السنة اللي وراها ولا بعد خمس سنوات. يعرفون أكو ما أدري اللي يراقب أستاذ سعد، اللي يراقب الوضع يشوف الأحداث ممكن تؤدي إلى تغييرات جوهرية، تغييرات قاسية. بس اسمح لي وأنا أؤكد على أنه غياب الكرد نعم. من انتخابات قريبة ترى مو سهل، لأنه إعادة تشكيل العملية السياسية كلها من البداية. إذا دفعنا لعدم مشاركة الكرد، هذا بمعنى أننا قبلنا بالاستفتاء وقبلنا بنتائج الاستفتاء. إحنا نرفض كل دعوة لإثارة الرأي ضد الكرد، ضد السياسيين الكرد، واتخاذ أي إجراءات لتحجيم الكرد. طيب. هذا يبقى يعني قضية أساسية محورية، لا نعترف بالاستفتاء ولا بنتائجه، لهذا تصرفاتنا طبيعية. طيب. وكأن شيئا لم يكن. هو الموضوع بعد يراد لنقاش. خلينا ننتقل أستاذ زهير، أكو مانع قانوني من مشاركة بالوضع الحالي؟ نعم. يعني نفترض الاستفتاء موجود،
انفصال ماكو، استفتاء اكو، انفصال ماكو، هل اكو مانع قانوني او يمنع الكرد من الاستمرار بالمشاركه حتى السياسية؟ نجاوب على هذا السؤال نرجع انه الحكومه مجلس الوزراء ومجلس النواب اتخذ سلسله من القرارات والاجراءات. نعم. وهذه القرارات والاجراءات غير نهائيه. لانها يعني خاضعه للطعن امام المحكمه الاتحاديه العليا. طيب. من قبل الطرف الاخر. فيما لو لم يطعن هذا الطرف معناته قبل بها. اذا قبل بها من ضمن هذه القرارات والاجراءات كل الذي ساهموا بالاستفتاء يكونون موضع مساءله. رفضوا استمرار الوحده مع العراق. لو نرجع الى قرار اعلان مفوضيه الانتخابات في اقليم كردستان لنتائج الاستفتاء اعلنت انه 92% ممن شاركوا بالاستفتاء وافقوا على الاستقلال وقيام الدوله المستقله لكردستان. معنى ذلك ان هذه الشريحه اللي تمثل الغالبيه العظمى من الاقليم هم موافقين، ويعني انها موافقه على تقع تحت طائله القرارات التي اتخذها مجلس النواب ومجلس الوزراء. طيب. بخصوص يعني من يشارك يعني حضرتك تقول اللي ادلى برايه. نعم. اكو مانع قانوني يمنع اللي ادلى برايه لصالح الاستقلال. نعم. لصالح الاستقلال. نعم. هذا ما يصير يشارك بالعمليه السياسيه، هذا تخلى رضائيا عن حقه في المشاركه بالدوله الاتحاديه. وين اكو قانون يقول هيك؟ نعم. وين اكو قانون يقول هيك؟ هو مو نص قانوني. ولكن هذا لحسم الموضوع نعود للمحكمه الاتحاديه العليا، هذا كتفسير. ولكن الجهه الذي تنظر بكل القوانين والانظمه والتعليمات والاجراءات التي تصدر من الحكومه الاتحاديه يتم الرجوع بها الى المحكمه الاتحاديه للفصل بها. فهنا يتم، وهذا راي مو نعم واضح، مو واضح الرجوع للمحكمه لاتخاذ قرار. بس هو الحد الان. نعم. يعني موضوع المشاركه بالعمليه السياسيه، اولا البقاء بالعمليه السياسيه، تعرف حضرتك المبدا العام، مبدا العام هم مستمرين موجودين بالحكومه. نعم. موجودين بالبرلمان. نعم. اكو كلام انه راح يشاركون مثل ما تفضل استاذ سعد بانه راح يجون نواب كذا، نواب كذا، كتله كذا، حزب كذا، تيار راح يجون موجودين بالحكومه يشاركون باجتماعات مجلس الوزراء الاحداث حبلة ما ندري احنا. نعم. وبالنسبه للعمليه السياسيه المقبله لحد الان قرار يعني موقف ماكو، بس بالنسبه للوائح والقوانين غير الاحتكام للمحكمه الاتحاديه ماكو، لا يوجد. وحتى بالنسبه للموجودين بالعمليه السياسيه حاليا الماده 50 من الدستور اللي تضمن نص اليمين الدستوري اللي يعتبر اذا فيما اذا اعتبر النائب الذي صوت للاستفتاء حنث باليمين معنى ذلك هذا يصبح غير ممكن استمراره بالعمليه السياسيه، لانه من شروط العضويه في مجلس النواب انه النائب قبل ان يمارس عمله بمجلس النواب يجب ان يؤدي اليمين الدستوري. طيب. واليمين الدستوري يتضمن الحفاظ على الدوله الفدراليه. التصويت هو خلاف للدوله الفدراليه لانه ينزع الى اقامه دوله مستقله خارج الدوله الفدراليه. هذا هم لحد الان ايضا محسوم ويبقى يرجع الى المحكمه الاتحاديه للبث به من خلال طعن من احد الاطراف. ولحد الان حسب معلوماتك العامه. نعم. لحد الان ما تحركت اي دعوه لا من هذا الجانب بهالاتجاه حسب موضوع الحنث، لان هو هذا بالمناسبه الحنث باليمين بخصوص وحده العراق يشمل رئيس الجمهوريه؟ يشمل الكل، كل الوظائف السياديه والقياديه يشملها، كل من يؤدي اليمين. كل من يؤدي اليمين مشمول بحنث اليمين. طيب احنا ليش يعني او شلون نقدر نعتبر الادلاء بالراي القول نعم لصالح الانفصال او لا ضد الانفصال هذا مجرد القول يعتبر حنث باليمين؟ هذا القرار للمحكمه الاتحاديه، احنا ما نقدر نطبي راي حاسم، لكن نقول اكو مرجع للفصل في هذه الاراء كتفسير نصوص دستوريه، كخلافات، كطعن بالاجراءات، الجهه المختصه به هي المحكمه الاتحاديه العليا، هي الجهه الفصل. طيب منو معنى بتحريك دعوه قضائيه برايك؟ بالامكان اي مواطن عراقي، لانه معني بالعمليه، انا كمواطن عراقي معني بالعمليه السياسيه، معني بمستقبل العراق. شروط اقامه الدعوه بالمحكمه الاتحاديه ان اللي يقيمها يكون ذا مصلحه حاله ومباشره في القضيه التي يرفع بها الدعوه. هذا بالامكان منظمه مجتمع مدني. ممكن الحكومه، ممكن الادعاء العام ايضا؟ نعم نعم. طيب. كل عند هذا الموضوع محولة. اعزائي المشاهدين اتوقف من اجل هذا الفاصل القصير.
من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين. أستاذ زهير، الموضوع تعرف حضرتك يعني ملتبس ومفتوح على احتمالات كثيرة. يعني ممكن نكون نحتاج تعديلات دستورية حتى نضمن مثلا استمرار ما استمرار ما أدري شنو، نكيف وضع معين. تعرف راح تجي محادثات كثيرة من أجل تكييف الوضع أو التكيف مع الوضع. فاحتمال نحتاج إلى تعديلات دستورية معينة، وإذا احتاجينا نقدر لها كمبدأ عام الدستور بحاجة إلى كثير من التعديلات. نعم. وبالدورة البرلمانية الأولى هناك نص دستوري تم تشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية، وحسب علمي توصلوا إلى 42 تعديل زين اتفق عليها بين الكتل السياسية ضمن نظام التوافق. ولكن عندما وصلوا إلى المفاصل المهمة والقرارات الحاسمة توقفوا عندها لأنه لا توجد إرادة مشتركة. بالنسبة من ضمن القضايا الحساسة التي لم يتوصل إليها هو هذا الموضوع. الموضوع بالتأكيد يجب أن يكيف إمكانية الاستقلال عن العراق، لأنه النصوص الدستورية ما تبيح هذا الشيء. فإذا يجب أن يتم تضمين الدستور نص يمكن الإقليم أو المحافظة أو مجموعة محافظات من التصويت على الاستقلال. بس نعم. بس هو العفو ممكن ينفصل الإقليم مع غض النظر عن الدستور، هو يريد ينفصل. هذا يعني كمبدأ عام ونقوله تقرير المصير أو حرية الشعوب أو إرادة الشعوب، الطموح القومي، طموح أي، ولكن واقع الحال يحكمنا نص دستوري. النص الدستوري ما يتيح هذا المجال، لأنه أكثر من نص في الدستور تتحدث عن العراق الاتحادي البرلماني، لا يوجد نص على إمكانية استقلال، لا يوجد نص ضمن الدستور. فلذلك يجب أن يوضع نص يخول الإقليم بالاستقلال عن دولة العراق. إذا ساي يعني مو هذه مشكلة، هم ما أعتقد هم يقولون إحنا يعني هم كلامهم عن الانفصال ما يتحدثون عن الدستور، لأن يعتبرون عملية الانفصال هي عملية يعني خلينا نقول تخلي عن الدستور أو ما أعرف شنو يعني. هذا تفسيرهم للدستور. أكو تفسير من الجهة الثانية تفسر الدستور غير شكل. بما أنه أكو اختلاف وجهات النظر، من اللي يفسر النصوص الدستورية؟ نرجع للمحكمة الاتحادية العليا، هي المعنية بموجب مادة 93 الجهة التي تفسر النصوص الدستورية. بس المشكلة بالمحكمة الاتحادية هنا يخشى من أنه يعتقد أنه فاق يعني مثلا محيادية، لأن هي المحكمة الاتحادية عموما بصورة عامة مشكلة على نظام المحاصصة بما فيها المحكمة، بها أكراد وبها مسيحيين وبها عرب وبها سنة وبها شيعة. حتى المحكمة الاتحادية من انبثاق الدولة العراقية الحالية كل شيء بني على أساس المحاصصة. طيب. بضمن المحكمة الاتحادية. طيب خليني أرجع الست نجيبة نجيب. ست نجيبة، أنت سمعت الحوار وسمعت تعليقات أستاذ سعد المطلبة بالنسبة للمشاركة بالعملية السياسية، وبالنسبة للأحاديث اللي وصفها، أو أنا حتى أنا نبهت على أنه هاي أحاديث الأبواب الموصدة وخلف الكواليس، من أنه أكو تطمينات وتأكيدات من الاتحاد أو من التغيير وحتى من بعض الجماعات الإسلامية، لو من كل الجماعات الإسلامية، من أنه مقبلين على المشاركة، العودة إلى المشاركة بالعملية السياسية. إذن الموقف الكردي مو واحد إزاء هذا الموضوع. نعم. أولا يعني كنت أتمنى أسمع من الخبير القانوني أن يعني في كل كلام يتحدث ويستند إلى نص الدستوري، لكنه لم يتمكن أن يقنع الجمهور والمشاهد عن النصوص الدستورية القانونية التي يستند عليها في كلامه. لذلك أقول بأننا في الاستفتاء استندنا على الدستور العراقي في نص صريح أنه إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة. إذا نحن الشعب العراقي بكافة مكوناته باختيارنا قبلنا أن نعيش في ظل دستور، وهذا الدستور يكون أول حكم. لكن 13 سنة الدستور لم يطبق، لا طبق النظام الاتحادي، لا طبق مادة 140، ولم تطبق الموازنات، ولم تطبق الحريات ولا الديمقراطية ولا كثير من النصوص على مستوى الدولة كلها. وحقيقة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة البلد وخلق ثقة بين مكوناتها هي التي دفعت الكرد الذين لا خيار لهم سوى الذهاب إلى الاستفتاء والاستقلال. لكن
نقول يعني ما ذكره السيد المطلبي كلام بعيد عن الصحة. أولا يقول أن الاستفتاء غير شرعي. يا أخي الحكومة عندما تصدر قرارات عقابية معناها أنها تعلم بأن الاستفتاء هو شرعي. عندما تقول الحكومة نريد حوار بدون مشروط أو إلغاء الاستفتاء فمعناها أنها تعترف بالاستفتاء. ست نجيبة أنا راح أرجع يعني فلماذا إذا كانت فعلا لا تعطي شرعية للاستفتاء فلماذا تقوم بكل هذه الإجراءات؟ طيب يعني هذه الإجراءات طيب هذا تفسير هذا اعتقاد أو تفسير أنه تصرف الحكومة الاتحادية بهذا الشكل يعني هذا تفسير هذا رأي يعني أنها موافقة بس سمحيني بس سمحيني لا أنا أريد أنا راح أجي صدقيني الحكومة الحالية نجيبة ست نجيبة أنا راح أجي لكل هاي التفاصيل خاصة موضوع الدستور بس أنا أريد لا سمحيني رجاء ست نجيبة أنا أريد تعلقي لي على الموقف موحد موقف الإقليم الموحد من حتى مفردة نتابعها وبالتفصيل وتأخذين الوقت كامل هل أن موقف الأحزاب في إقليم كردستان موحد إزاء المشاركة بالعملية السياسية المقبلة؟ كل الأحزاب الكردستانية موحدة بالنسبة للمواقف الوطنية القومية لإقليم كردستان. لا يستطيع أن يخرج عن الخط لأنه لن يحصل على أصوات والجميع قائد أو زعيم الحركة التغيير نفسه صوت بنعم وكذلك الجماعة الإسلامية صوت بنعم في 25/9 والمشاركة بالعملية السياسية عموما والحكومة عن الحقوق الشرعية للشعب الكردستاني والمشاركة بالحكومة الاتحاد الوطني والديمقراطي وكذلك الاتحاد الإسلامي و14 حزب هم من حقيقة حددوا اليوم الاستفتاء طيب. وهم أيضا يعني مشتركين في كل الرؤى بس أنا أسأل عن المشاركة أنا أسأل عن الموقف الموحد من المشاركة بالحكومة أنا أسأل عن المشاركة بالحكومة المشاركة بالحكومة أخي نحن لحد الآن جزء من العملية السياسية جزء لكننا لسنا شركاء في صنع القرار فقط مشاركين 65 نائب من مجموعة 328 لازمنا نواب في البرلمان عندنا وزيرين أيضا مال والسياحة والثقافة وكذلك وزير الهجرة والمهاجرين أيضا هي موجودين في الحكومة لكن ما قيمة المناصب رئيس الجمهورية أيضا والاتحاد الوطني نعم يعني لازلنا موجودين في العملية السياسية نحن مستمرون لأن لازلنا جزء لكن هذا يعني وجودنا في بغداد وجودنا في العملية السياسية أصبح لا قيمة لها من الناحية الواقعية وبالاستناد لهذا الكلام القرارات تتخذ بالأغلبية وبالاستناد لهذا الكلام ست نجيبة وبس استناد الى هذا الكلام تدرين الدخول بالعمليه السياسيه انا اقصد الانتخابات المقبله يراد له شغل اشهر بس انا اكمل سؤالي رجاء بالاستناد الى هذا اللي قلتيه حضرتك تقولين المشاركه مو حقيقيه وتقولين وجودنا مو حقيقي وشراكتنا بصنع القرار مو حقيقي بالاستناد لهذه المفردات انتم تخططون للمشاركه لو لا شوف اخي ما دمنا ملتزمين بالحوار واذا كان الطرف يعني في بغداد ايضا صناع القرار ايضا يعني ملتزمين بالحوار معنا في معالجة المشاكل فنحن بالتأكيد راح نستمر لكن على نفس ليس على هذا القانون قانون الانتخابات الحالي الذي به كثير من ال من ال من المساوئ ومن السلبيات بالتأكيد إذا قبلنا أن يعني هو ما نعرف إيش راح يصير خلال الأشهر القادمة لأننا ملتزمون بالحوار وإذا كانت هناك استجابة حقيقية وجدية من بغداد للحوار على كل المشاكل فلحين ما نصفي كل المسائل نحن لازلنا يعني لازلنا جزء من العراق ومستمرين ب المشاركة في العملية السياسية لكن هذا الانتخابات هذا الكلام قانون الانتخابات الحالي النافذ هذا الكلام اللي أريد أتوقف عنده ست نجيب أريد أتوقف إذا تسمحين لي رجاء أريد أتوقف إذن عند المتطلبات والاشتراطات والظروف اللي ترون وجوب توفرها من أجل الاستمرار ومن أجل إدامة البقاء في العملية السياسية أقصد الانتخابات المقبلة خلينا أنتقل الأستاذ سعد المطلبي يعني أوكي الآن بدينا بالكلام عن المشاركة والشروط يعني أنه الحوار والحوار تعرف حضرتك الحوار معناته أنه قبول لا بالنسبة لك تقول قبول بالنسبة لي أقول شروط مثلا الموقف من كركوك نفترض الموقف من الاستفتاء تحديد وقت زمن للانفصال أنتم بالنسبة لكم الأوراق اللي محضرينها للحوار شنو بيش تقبلون وبيش ما تقبلون وشنو الخطوط نعم. الحمر نعم.
اولا بس ايضا ارجع للسيده نجيبه، الشكوى يعني هي فسرت الدستور الان كما شاء لها، فسرت الدستور فصلته وهذا رفضته وذاك قالت بشاركته وهنا انا فشلته. طيب اذا اكو شكوى بهذا الحجم الكبير، طيب والمحكمه الاتحاديه موجوده، كان قدمت شكوى تقول يا بالحكومه العراقيه غير مطبقه للدستور العراقي بالماده 1 2 3 10 20 50 100، وتاخذون قرار من المحكمه الاتحاديه بتنفيذ ما تشاؤون من هذه الامور. ما قدمتوا لان تعرفون انه هذه كلها مجرد الاعيب وتلاعب بالالفاظ ومجرد لاثاره الحساسيه الشعب الكردي ضد الشعب العراقي، هذه حقيقه. بالنسبه لا عوده، خل ابشرهم لا عوده لما قبل 25/9 انتهت. هاي كلام باسم من؟ رئيس الوزراء العراقي والتحالف ودوره القانون التحالف الوطني بقيه الفرقاء السنه مثلا معنا اغلبيتهم معنا، قد ما يتكلمون بالعلن لكن بالاصل هم معنا. اليوم مفتي العراق اليوم العراقي اليوم المفتي اللي قاعد في اربيل، المفتي اللي قاعد في اربيل اي دام هو قاعد في اربيل المسكين، هذا اذا يتحرك يتكلم ضد اربيل مو شبوه بسط هذا مسكين يعني ما لا معتجز، هذا معتجز الان في اربيل. اكو واحد يحتجز بارادته، الرجل بارادته يعني تدري انت اكو مصالح اكو امور اكو هسه مع ارتباطات هسه ما يدحش على الرجال. طيب. يعني وعدم شرعيته اساسا هو لا مفتي ولا طيب. بيعزلون. طيب انتم نعم. يعني اقول هذا كلام دوله القانون من انه لا رجوع هذا كلام دوله القانون، ويعني من خلف على الاغلب هسه يعترفون ما يعترفون التحالف الوطني ينظر الى الامور بهذا الشكل أن كانت هناك شراكة حقيقية، قدمنا كل ما يمكننا وتم طعننا من الخلف، هذا على لسان سماحة السيد عمار الحكيم. السيد المالكي إلى رأي بالموضوع، شنو رأي المالكي بالموضوع؟ نفس الموضوع أنه هذه مؤامرة، أن هذه عملية تقسيم العراق وهذه أهدافها وآرائها يعني أبعادها ولا يوم أبعادها الدولية. ولا يوم الكرد تخلوا عن خطاب الاستقلال حتى تقولون هذا طعن. أكو فرق. لو هذا أكو فرق من زمان الناس يقولون يا ترى احنا مساكتين ترى احنا نعم. مستقبلا مو وياكم نعم. مستقبلا مستقبلا ما الظروف الان بعدنا احنا في معركه داعش، ما كنا متوقعين في يوم من الايام انه بهذه الظروف احنا في معركه داعش بعدنا الحويجه ما حررناها يقومون بهذا العمل، هذا يعني مستقبلا ندري مستقبلا، ولهذا اتخذنا اجراءات يعني حقيقه قد تكون مو دستوريه، يعني اعطوا المجال لاجل المصلحه الوطنيه العليا حتى لا يتفتت العراق. شنو الخطوات المدستوريه اللي اتخذتوها؟ يعني سمح لهم باغلاق المطارات اللي يعملون بمصلحتهم، سمح لهم انه يتمسكون بالمنافذ الحدوديه، سمح لهم انه يعني الرقابه الماليه ما تروح تدقق الحسابات، سمح لهم انه يهربون النفط، كل هذه سمح لهم لاجل لهم لو ما قدرت الحكومه لا سمح لهم. شنو ما تقدر؟ هاي دوله ترى اللي يوحي لك ان الدوله عاجزه ترى هذا ما يعرف مهام الدوله وما يعرف مفاصل الدوله، الدوله قادره على كل شيء وعندنا قوه. نرجع للشروط، ما نريد التهديد وكذا لا مو نعم. مو قضيه نريد لو مريد بس اريد اضبط الشروط اول الحلقه الانتهاء وعدم ذكر الاستفتاء في 25، عدم ذكره انتهى يلغى كاستفتاء وتلغى نتائجه، هذا يكون منتهي ما عنده. نبدأ حواراتنا على الدستور حصرا يعني ضمن المواد الدستورية حصرا، وثالثا أي خلاف نعود للمحكمة الاتحادية، لازم يقبلون بهذه الشروط الثلاث كي يعودوا للحوار معنا أو كي نستقبل وفودهم للتحاور معها. ولا زال هذا الكلام كلام التحالف الوطني التحالف الوطني والسيد رئيس الوزراء المحترم وموافقة السنة العرب القانون والسنة العرب معنا في هذا. طيب خليني أخذ أعزائي المشاهدين هذا الفاصل القصير وأعود إليكم. من جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين وهذا الجزء الثالث من حلقه اليوم. استاذ سعد المطلب باق وياك اني اريد اناقش وياك مفردتين يعني اللي قلتهن حضرتك بالنسبه، بس اريد اتوقف عند موضوع الشراكه ما بين الشيعه نعم بين قوسين وما بين الكرد نعم. اللي هي شراكه وصفت كثيرا بانها استراتيجيه نعم والطرفين دعموا بعض بالمواقف والازمات القويه نعم. وهذا اللي يطرح سؤالين، الأول معناته الآن الشراكة انتهت، والسؤال الثاني أنتم عندكم مجال أو عندكم إمكانية لعقد شراكة جديدة؟ تعرف حضرتك إذا نعم. وفق الحكي اللي قلته الآن
يعني الانتخابات الجاية ما بيها كرد، وإذا ما بيها كرد إعادة توزيع العملية السياسية بصراحة بينكم وبين السنة كأن ما يرهم. لا ما ممكن نشوف انتخابات قادمة بدون الكرد. هذا قبول بنتائج الاستفتاء، هذا أعتقد يعني لن تكون انتخابات عادلة. لن تكون انتخابات عادلة، هم نرغمهم، بس أنت لا تتصور الموقف الكردي بواحد. ترى أكو كرد انفصاليين وأكو مو انفصاليين، هذه يعني أنت ما تصدق هالقضية، بس الأيام القادمة راح تبين حقائق الأمر. المشاركة الكردية في العمل بمجلس النواب مثل ما أشارت السيدة نجيب، السيدة النائب السيدة نجيب أشارت أنهم مشاركون بالعملية السياسية، هم جزء من العملية السياسية. ابتعادهم عن العملية السياسية يعتبر انتحار لهم وللعملية السياسية. يعني إذا ابتدعوا عن المشاركة بالعملية السياسية بالتأكيد أكو كرد آخرون سيأتون وسيكون ممثلين في مجلس النواب العراقي. يعني إذا يتصور أحد في كردستان أنه يقدر يحاصر الشعب الكردستاني ويمنع أي كردي من ممارسة حقه في ترشيح نفسه لمجلس النواب فهم على خطأ. هسا راح يصيحون هذا ما يمثلنا، هذا بدري شنو، هذا الكلام راح يقوله. إذن الشراكة لكن الشراكة بين الشيعة هذه حقيقة هي كانت موجودة أيام المعارضة في النظام، في تشكيل النظام شاهدناها في حالة حالتين، وفي من 2008-2009 هي بدأت تنهار. سعد من 2003 وإلى الآن ماكو ضائقة تصير عندهم إذا ما أنتم تنصرونهم، وماكو ضائقة تصير عندكم إذا ما هم ينصرونكم. صح، لكن لو تتذكر بال 2011-12 عندما كانت محاولة إزالة السيد المالكي واللي يعني كل العملية بدأت هي كانت في أربيل. بس هم بهذه العملية بالمناسبة حتى بهذه العملية اختلفوا ويا دورة القانون، بس كانوا متفقين ويا التيار الصدري، كانوا متفقين ويا المجلس الأعلى، كانوا متفقين حتى ويا موقف المرجعية. لا شوف بالنهاية بالسيد سماحة السيد الله يرحمه السيد عبد العزيز الحكيم وقف أمامهم وقال لهم ما تسوون هذا الشيء، ورفض، وكان رفضه هو السبب بإفشال المؤامرة على ذاك، يعني مو مؤامرة يعني في 11 نعم كان سبب بإفشال هذه الخطوة اللي كانوا يقومون بها مع بعض أطراف من التحالف الوطني اللي أدى تاريخ معادي لسيد المالكي على من 2008 فصاعدا. هسه هذا موضوع نعم موضوع آخر نعم احنا خلينا بموضوع الشراكة ما بين الكرد. فالشراكة حقيقة يعني ما هي فقدت بال 2011 هي فقدت بريقها، والدليل على هذا بتشكيل حكومة 2010. يعني كانت هناك مهام يعني مشاكل كبيرة جدا إلى أن توصلنا إلى موافقة إلى اتفاق أربيل، اتفاقية أربيل اللي كان فيها مشاكل. 2014 ما لهم دور. شو ما لهم دور؟ يعني هو 2014 يعني كانت الأمور تسير على أن صباح اليوم الساعة 11 صباحا أنا اتصلت بمكتب الحجي قالوا منتظرين بعد ساعة السيد المالكي منتظرين بعد ساعة سيد معصوم يستدعي السيد المالكي خلاص. ويكلفه بعدين ساعة 12 كلف غيره. فإذا يعني إذا ماكو هذا المدام هذه الأمور صارت بهذا الاتجاه إنه العملية بدأت تدخل في اتفاقات جانبية غير الاتفاقات الرسمية، فإذا الاتفاق الاستراتيجي ما له وجود. إذا هو يروح يتحدث مع كتل أخرى وبعملية بشكل آخر ويحرم يعني الفائز الرسمي الرئيس الرسمي لائتلاف دولة القانون آنذاك يتحدث آنذاك يعني يحرم من هذا الحق المشاركة وحق تأسيس وتشكيل الحكومة العراقية، فأنت ما تقدر تتكلم بعدين بمشاركة. طيب أنا هذا الموضوع المشاركة باقبي وأريد أن أناقشه ويا ست نجيب، بس خليني أخذ رأي الخبير القانوني قبلها. أستاذ زهير الكل يتعرض عن مخالفة يعترض أو 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 يحمل يعني شماعة اختراق الدستور وعدم الانضباط للدستور. بهالحالة الضابطة وين؟ يعني بصراحة هم الكرد يقولون ما حطبق الدستور، هم عندهم مشكلة المادة 140 كركوك ما انحلت. كركوك من أول ما اسمه انوضعت المادة 140 ولا الآن هم يريدون يحلونها، يقول لك ما حد يحلها، وبدءا من هذا الموضوع وانتهاء بمواضيع أخرى كثيرة. يا دستور اللي ننضبط له إحنا، وليش ننضبط؟ ليش بس لما يجي علينا الموضوع إحنا ننضبط للدستور؟ هو واقع الحال كل الحكومات المتعاقبة ساهمت بالوصول إلى الوضع اللي نمر به حاليا، بضمنها موضوع المادة 140. ما كانت أكو جدية وإرادة
لتطبيق هذه المادة من الحكومات المتعاقبة على مر العملية السياسية من 2003 لحد الآن. إذن أكو هناك مقصرية مشتركة من كل الأطراف بما فيهم الطرف الكردي، لأنه كانت تم عملية صفقات بين هاي الأطراف لتمرير قضايا أخرى من مقابل التغاضي عن هذه القضية اللي تعنيهم، ولكن من وصلوا إلى مرحلة الآن بحيث وصلوا إلى طريق مسدود بالنسبة لهم حسب وجهة نظرهم، وصلوا وانتقلوا إلى مرحلة الاستفتاء. موضوع الاستفتاء وإلغاء الاستفتاء، هناك من يقول تجميد الاستفتاء، هناك من يقول إلغاء الاستفتاء. القاعدة القانونية، القانون يعدل بقانون، النظام يعدل بنظام أو بقانون أعلى منه. هذا استفتاء صار، شاركوا به شعب جماهير، شلون تلغي؟ ما تقدر تلغي حتى بقانون، ما تقدر تلغي حتى بقرار إلا بحالة واحدة، إذا اعتبروا تم اعتبار هذا الاستفتاء باطل، لأن الباطل لا يتتبع. من يعتبر في الحالة؟ هنا يجب أن تكون كل الهيئات القيادية في الإقليم بدءا بالحكومة مرورا ببرلمان الإقليم وبمصادقة رئيس الإقليم، بحيث كل الأطراف المعنية بالموضوع تقرب هاي الحالة، أما خلاف ذلك فيبقى هو استفتاء. أرجع إلى السؤال الأساسي اللي سألتك عليه اللي موضوع الدستور. الدستور يعني تكررت مرات اختراقه، ومثل ما قلت حضرتك الحكومات المتعاقبة والحكومات معناتها جميع الفرقاء، فإذا كل الأطراف اشتركت باختراق الدستور. هذا الدستور المخترق بين قوسين مع الاحترام الكامل للدستور، يصلح أنه يكون عذر أو ورقة حمراء نهدد بها الكرد، نقول لهم يابا أنتم خرقتوا الدستور بالاستفتاء ولازم تنضبطون إليه وترجعون إليه؟ من أتحدث بهالمنطقة يجب أن أكون أنا ملتزم بالدستور مثل ما تفضلت حضرتك، السؤال مالك يوحي بهالشكل هذا، في حين إحنا أيضا مشتركين مساهمين بانتهاك الدستور، والدليل على ذلك عشرات بالمئات الدعاوى التي تقام أمام المحكمة للاتحاد للطعن بقوانين صدرت سرعت خلاف الدستور. خلاف الدستور. خلينا ارجع للست نجيبه. ست نجيبه ارجع وياك، سمعت الحوار حضرتك واكيد عندك ملاحظات، بس انا ارجع لموضوع الشروط، وسمعتي استاذ سعد المطلبي ايش قال. اذا نرجع للشروط، هو يقول التخلي عن الاستفتاء وما الى ذلك، هذه الشروط تناسبكم فيما لو طرحت، وانا مثل ما سمعتي اكدت عليه، هذه شروط من؟ شروط دوله القانون، شروط الشيعه مجتمعين، لو شروط الشيعة ودولة القانون والسنة، فأنتم هاي شروط تقبلون بها بدءا من التخلي عن الاستفتاء ولا؟ يا أخي يعني هل من عاقل، هل من شخص يفهم القانون ويفهم جزء قليلا من السياسة يقول بأن إلغاء الاستفتاء؟ من له الحق؟ من له الحق؟ قل لي بس من له الحق في إلغاء الاستفتاء؟ الشعب ذهب إلى صناديق الاستفتاء وأدلوا برأيهم، لا أحد يستطيع أن يقول تأجيله تجميده إلغاءه. والاستفتاء حقيقة ما يعني لا تراجع عن إرادة الشعب وما قرره الشعب، هذا يعني هذا قرار نهائي، ولا يمكن لأحد لا لحزب ولا لشخص ولا لزعيم أن يلغي الاستفتاء، لأنه قاد الشعب. والذين ينادون بذلك معنى ايضا هم يعترفون بان الاستفتاء هو اراده الشعب وهو شيء شرعي. طيب هالحاله يعني اجاوب بس عندي ملاحظات على كلام الاستاذين. يعني يا اخي اذا بعض الكرد شاركوا في العمليه السياسيه خلي يشاركون، ما مشكله، حتى بوقت يعني نظام البعث يكون اكو كرد موجودين، طه ياسين معروف كان هو كردي بس في الحكومه، لكن هل انهم يمثلون اقليم شعب اقليم كردستان؟ كلا. هل هم يمثلون إرادة شعب أقليم كردستان؟ كلا. هل إنهم إذا خاضوا انتخابات سيأتون بمقاعد في البرلمان؟ نقول كلا، لأن الاستفتاء الذي حصل بأكثر من 93% والذي قال. هل نقول الآن بأن شراكتكم مع الشيعة انتهت؟ الشراكة الاستراتيجية التي وصفت بأنها استراتيجية مع الشيعة انتهت الآن؟ أنتم مقبلين على مرحلة الشراكة؟ هم أنهوها، يعني التحالف الاستراتيجي الكردي كردستاني الشيعي هم أنهوها، والكرد يعني تمسكوا بها في عام 2010 وفي عام 2014 وكتبوا كثير من الاتفاقيات وصادقوا عليها وأعطونا وعود كثيرة، لكن نتيجة الوعود كانت قطع حصة أقليم كردستان. طيب ست نجيبة خليني ارجع، خلينا نضع كل النقاط على الحروف. يا اخي لم يعتبروا شعب الكردستاني جزءا من شعب العراقي،
على الرغم من أن الكرد في عام 2005 كان عندنا استفتاء بأكثر من 98.9 يقولون دولة مستقلة، لكننا تغاضينا النظر عنها وقلنا خلينا نعيش في دولة، دولة مؤسساتية، دولة قوية تحمينا وتعطي حقوقنا، لكن الدولة ما أعطتنا حقوقنا، الدولة ما أعطتنا، وأسمى هي الدولة وين؟ حقيقه التحالف الوطني الذي هم مرشحوا هم الضيوف قالوا بانه ست نجيبه قالوا بانه التغلف كان التخلي من اجل تحقيق مصالح خاصه، وقالوا من اجل تحقيق مصالح مرحليه. انتم ما تخليتوا قالوا ما تخليتوا عن الحلم الكردي الا نزولا او موافقه من اجل تحقيق المصالح، تعرفين حضرتك. شوف اخي التطلعات يعني وحقوق الشعب الكردستاني وحلمه بالدوله، هذا يعني احنا اكثر من 100 ومئات السنين احنا بنناظر من عدها، لكن يجب ان عندما نقرر شيء وفقا للممكنات وفقا لكل العوامل الداخليه الخارجيه. كان عندنا امل من التحالف الشيعي الكردستاني، من اخوتنا الذين كانوا في المعارضه في اقليم كردستان في جبال كردستان. طيب ستنجيب، انا وصلت لنهايه هذا الجزء، انا وصلت لهذه نهايه هذا الجزء، اريد ارجع وياك السؤال الاول، ما راح اخذ فاصل، مضطر ارجع وياك عند السؤال الاول. انتم معنيين بالشراكه مع الحكومه، وما هي الاوراق التي ستتقدمون بها للمفاوضات اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل؟ من جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين، وهذا الجزء الاخير من حلقه اليوم. ارجع اليك ست نجيبه نجيب، وعند السؤال الجوهري في هذه الحلقه، اذن هل انتم معنيون بالاستمرار بالمشاركة بالحكومة والبرلمان بالانتخابات المقبلة؟ ومن أجل تحقيق، إذا كنتم معنيون، إذا تريدون، شنو أوراق اللي راح تقدمون بها للتفاوض؟ إذا التحالف الوطني من البداية يقول لكم لازم أول شيء تتخلون عن الاستفتاء، بالمقابل شنو أوراق الضغط اللي راح تستخدمونها بالتفاوض؟ تفضلي. شوف، عندنا أمور ثابتة، هسه عندنا أمور ثابتة، الثابت أنه لا رجعة لقبل الاستفتاء، يعني الاستفتاء صاروا لا رجعة عن هذا القرار. هاي الثابت الآخر، نعم الثابت الآخر، أنه الشراكة انتهت، لا يمكن الرجوع إلى 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 ما قبل، يعني ما قبل الاستفتاء، أنه يعني يعيدوننا بأمور لا يفهم بها. الثابت الآخر، نحن مع الحوار، لكن الحوارات كيف ستكون؟ هذه هي المتغيرات التي لا نعرفها، يعني المتغيرات بالحوار، ماذا ستكون شكل الحوار، آلية الحوار. البعض يقول ستجيب، البعض يقول بأنه ورقة الضغط اللي كانت كبيرة الآن فقدتوها، كنتم سابقا تهددون أو ورقة الضغط تستخدمون هي ورقة الانفصال وورقة الاستفتاء، الآن شنو؟ خلاص الاستفتاء صار، بعد شنو عندكم تدخلون به المفاوضات؟ لو عندكم شيء تدخلون به. الذي ندخل فيه في مفاوضات، والجانب العراقي أيضا يعلمون 100%، لأن أي شخص الآن في محل صنع القرار هو أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب العراقي، سواء للأجيال الحالية والأجيال القادمة. عليهم حقيقة أن يكون حواراتهم وقراراتهم هي في مصلحة الدولة العراقية. إذا كانوا يريدون فعلا مصلحة العراق والعراقيين، فعليهم أن يتوجهوا نحو صيغة جديدة يربط به الشعب الكردستاني مع الشعب العراقي، تكون علاقات أفضل وتكون على أمتن الصورة، سواء علاقات سياسية عسكرية أمنية تجارية، بدل أن نكون جزء من العراق يومية مشاكل دوامة صراعات، هم يتهموننا نحن نتهمهم، وخلافات مستمرة، والجو الكردي وراحوا الكرد وقاطعوا الجلسات، إلى متى هذه الدوامة التي لا يستفيد منها المواطن العراقي؟ إذن آن الأوان الاحتكام إلى الدستور الذي هو اتحاد حر اختياري باختيارنا، قبلنا باختيارنا يعني نتوجه صيغة. طيب صار واضح، أنا مضطر لأن دخلت بوقت الأستاذ سعد المطلبي، خليني أروح للأستاذ سعد. حضرتك قلت بأنه هاي شروطنا وهاي مدري شنو، لكن البعض يقول بأنه هذه الشروط هي مرهونة بدول الإقليم، بالتالي لو دول الإقليم غيرت أوراق الضغط، لو نجح الكرد بالتفاوض معهم، ربما أنتم راح تضطرون إلى الرجوع. هذا إحنا كنا كلامنا على المشاركة إلى خطوة إلى الوراء. نعم، لا أستبعد، يعني هو أساس إحنا ما كنا حتى في بداية الأمر قبل ما نعلم بالموقف التركي والإيراني، إحنا كنا مخططين، يعني قبل 25/9 كنا مخططين لخطوات قادمة،
انه اذا صار الاستفتاء ايش راح نسوي وكيف راح نتعامل مع المنافذ الحدوديه، المطارات، الوقود، كثير من الامور. كل هذه، التواجد العسكري، احتلال ابار النفط الكركوك من قبل البشمركة، احتلال مناطق سهل نينوى من قبل البشمركة، كل هذه الامور كانت يعني مؤخذه بنظر الاعتبار، وكل وحده تواجهها خطه معينه. ما جاء من يعني اللي المساهمات اللي جت من ايران وتركيا حقيقه ساعدت الوضع العراقي، ما كانت هي مبنيه على هذا الاساس. يعني هو اساسا انه اذا اغلاق المطار ما يحتاج مساهمه الدول الجوار، اغلاق المطار هذا قرار عراقي، اغلاق المنافذ الحدوديه ايضا، وانا ما اريد ادخل هذا اي نعم هذا بجانب ايراني وتركي. خلي ارجع لوحده الموقف العربي، خلينا نعم من قضية الاستفتاء أو قضية ومن الدخول بالعملية الانتخابية. خلي أنقول لك رأي لأمين عام الحزب الإسلامي آد السامر الرأي، يعني تصريح إلى يخاطب بالسياسيين بالإقليم، يقول لهم أنتم عندكم مشاكل بالدستور تشبه المشاكل، لو تشكلون ويانا جبهة موحدة إحنا وياكم إزاء هذه القضايا ممكن نتفق. إذا هو يعرض عليهم بنحو أو آخر أنه يأسسون، وهذا حل، وهذا قد يكون هو بحد ذاته حل. هو شوف التفكير أنه البعض يعتقد أنه بإمكان تشكيل إقليم سني كردي عربي، هذه موجودة عند بعض الأشخاص، لكن بصورة عامة مجمل الوضع السني ما يقبل. الوضع السني يعتقد العراق هو عراق واحد موحد من البصرة إلى من الفاو إلى زاخو، هذا الرأي الرسمي. يعني هي المشكلة العقدة الأساسية بكركوك، وعقدة كركوك مو بس كركوك، بس لا لا مو بس كركوك، العقدة الأكبر، العقدة الأكبر سهلنا إنه كارثة. خلي أقول لك العقدة الأكبر كركوك، وإذا اتفقوا السنة العرب مع السنة الكرد على كركوك تنحل الكثير من الأزمات. يعني شوف هذه نظرية يعني إذا ننظر الأمور بشكل نظري فقط ممكن نناقشها بهذا الشكل، لكن العراق هو مو بس سنة وكرد، السنة العرب يعني والكرد يمثلون 40%، اكو 60% جهة اخرى. انت تتخذ هكذا قرار تحتاج تغيير دستوري، والتغيير الدستوري لازم يحظى باغلبية الديمقراطية، الاغلبية الديمقراطية الحقيقية 50+1 مو 3 محافظات. يعني هذه شوف كل شيء ممكن اذا ما نظرنا الى ضرورة اعادة رسم الدستور من ناحية ثلاثية، يعني سنة كرد وشيعة وكذا، وقعدون يا بالدستور هذا باتفاق الجميع بنواقص، خلينا نعمل على تغييره، لكن ما نعمل على تغييره قبل ما تلغى نتائج الاستفتاء. هسه ما يريدون يلغون نتائج الاستفتاء، طيب الاستفتاء كان بتزوير هائل بشهادة الكل، طيب انتوا التزوير الكبير الغوا نتائج، يعني ممكن بس اذا يصرون على الاستمرار بالاستفتاء ونتائجه ويستمرون على العناد بهذه القضية، فالقادة الكرد يتحملون كافة التبعات أو الكوارث التي ستحل بالشعب الكردي. وبالنسبة لكم موقفكم بالنسبة للحوار منتهي، أنه يجب أن تلغى نتائج الاستفتاء، يجب أن توقف عمليات الاستفزاز في المناطق المختلف عليها. مع أنهم مراقبين يقولون أنتم تقولون نتائج لا توجد نتائج الاستفتاء، لأن هذا بيان رأي. نعم مجرد مواطن استبيان، نتائج الاستبيان هذا الاستبيان يكون يلغى، هذا الاستبيان، ولن نعود يعني لن نعود لما قبل 25، يعني كركوك ترجع للوطن، المناطق المتنازع عليها يرجعون يعني يسحبون معدها، كركوك ترجع يعني قصدك البشمركة يرجعون يسحبون، هذا من ضمن الشروط؟ من ضمن الشروط. منو متفق عليه هذا الشروط؟ يعني شرط الدولة العراقية بحكومتها وغالبية البرلمان، رجوع البشمركة من المناطق اللي أولا عدم التوقف عن العمليات الاستفزازية في المناطق المتنازع عليها، هذا شرط الآن يجب أن يتم. طبعا بالإضافة إلى الشروط الأخرى، وأن يتم تبدأ عملية الانسحاب الكرد البشمركة من المناطق المتنازع عليها وتسليمها للحكومة العراقية، والعودة لما خط قبل 10/6 تاريخ دخول داعش. هذا يجب أن يتم. هذه هناك من يراهن على المطاولة، هل تستطيعون أن تطاولون بهذا الموقف مع تداعياته على الناس والجماهير الكردية؟ ماكو مشكلة، لا حصار كذا، ماكو لا جوع ولا حصار، أبواب بغداد مشرعة مفتوحة للتجارة الكردية، الطائرات حتى الطيران راح يكون مفتوح من أربيل إلى بغداد، من إلى بغداد، هو ما أغلق أساسا، هو أغلق للطيران الخارجي. فكل هذه الدعايات اللي تجويع الشعب الكردي، طيب. وهذه الدعايات اللي يعني الانفصاليين خليني اروح استاذ يروجوها كلها كاذبه من وجهه نظر محايده.
بين الطرفين. يعني تعرف حضرتك الآن أكو ظروف انفرضت دخول البيشمركة ما أدري شنو، هنا عندنا طرفين يعني متحاورين، قاعد تحس أنه أكو يعني فرض قوة، لو ماكو فرض قوة مستقبل بهيش طرف ممكن تنجح مفاوضات؟ الحقيقة الضحية الأولى في هذا الصراع هم الشعب الموجود في إقليم كردستان، لأن التبعات راح تكون ثقيلة عليهم. فلذلك يجب أن نصل إلى مرحلة التفاوض، الحل الإنساني المحايد. طيب العفو آسف قاطعتك، التفاوض هنا يقول لك أنا ما تراجع عن الاستفتاء، وهنا يقول لك لازم تراجع عن الاستفتاء وتخلي المناطق. المتغيرات اللي راح تصير على أرض الواقع راح تفرض واقع جديد وموقف جديد حتما، لأنه الضغط راح يكون مو طبيعي، معاناة راح تكون مو طبيعية. لذلك الأكراد هم شعبنا وإحنا شعبهم. ما هي ممكن ولازلنا يعني هو هذا بيان رأي، لازلنا يعني المعاناة ممكن تكون ورقة ضغط بيد الكرد مو ضد الكرد. أكيد لمصلحتهم، لأنه ستقع معاناة حقيقية لشعب عراقي. الأكراد هم جزء من الشعب العراقي. يعني يجوعون نفسهم ويتهمونه. المهم إحنا لا هو جوع شعبه مثل لعبة صدام. لا بس اسمح لي، هو صدام حسين جوع شعب العراقي. استاذ زهير هو بالمناسبة هذا هم كلام يأتي يعني. نعم. ما يصير ضغط على الحكومة، الحكومة الإقليم هي تستغل من الطرفين. الآن هو صراع صراع إرادات، صراع قوة نفوذ، صراع إمكانيات موجودة. الكل يضغط على الآخر باللي من أجل يحقق أهدافه، ولكن نخشى أن يكون الشعب هو الضحية. يجب أن لا نصل إلى مرحلة. القضاء العراقي قادر أن يكون بيضة قبان في هذا ممكن. نعم، لأن هو القضاء سلطة مستقلة وممكن أن نتخذ القرار وقراراتها ملزمة للجميع على مستوى السلطة الاتحادية. بالإمكان الادعاء العام يتدخل، بالإمكان منظمات مجتمع مدني تتجه للقضاء لها مصلحة، لأنه بالإمكان أن عزوف يكون. عزوف حتى مثلا إلى الآن السياسيين الكرد عن الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية إلى ماذا يشير؟ يعني يخشون القرار الذي يكون في غير مصلحتهم. بس هذا اللي هو عدم اعتراف مثلا، أو خوف من أنه يعني اعتراف بشرعية هذا الدولة؟ لا شرعية المحكمة الاتحادية. لو تدري حضرتك هم ماكو مؤسسات نافذة هناك، لا الرقابة المالية، لا مفوضية النزاهة، وبالنتيجة حتى يعني مثلا إقالة. بس صار تعامل من قبل الأكراد في أكثر من قضية أمام المحكمة الاتحادية. موجودة دعاوى مقامة من قبل نواب كرد وغيره. إذن هو العزوف الخوف من أن تكون في غير صالح، في غير صالح عند هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين أختم حلقة اليوم لأن وقتها انتهى، وفي نهايتي أشكر ضيوفي الكرام السيد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون، والسيد زهير ضياء الدين الخبير القانوني، وأشكر أيضا ضيفتنا عبر الهاتف السيدة نجيبة نجيب عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني. أعزائي المشاهدين راسلونا على العنوان الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.